هنتكلم المره دي عن اتنين من الشابات، واحده شريفه حره والثانيه اما عبده. سيره الاتنين دول في القرن الرابع المسيحي كانت تقرأ في الكنائس باستمرار، وكانت بتوضع في مكانة عالية جدا، الامر الذي دفع القديس اغسطينوس ان يحتج، لانه شاف ان سيرة الشهيدتين دول بتوضع في مصاف الاسفار المقدسة الالهية. انا بوريكم قد ايه السيرة دي كان لها تأثير كبير جدا وزاع انتشارها في الاوساط المسيحية في القرون الاولى. هذه قصة استشهاد الشهيدة الشريفة بيربتوا والشهيدة الأمة العبدة فيليسيتاس. فيليسيتاس باللاتيني المؤنث بتاع فيليكس، ولذلك في بعض المراجع العربية بيسموها سعدة، لأن فيليكس يعني سعيد والمؤنث مش سعيدة، لا بيسموها سعدة، سين عين دال يه. بيربتوا كانت الاثنين كان سنهم حوالي 21-22 سنة. بيربتوا اما قبضوا عليها هي كانت متجوزة حديثا وكان عندها طفل، ولكن فيليسيتاس العبدة او الامة كانت متزوجة وحامل في الشهر الثامن. قصة الاستشهاد بتاعتهم في اضطهاد دقلديانوس ايضا، لا انا متأسف مش في اضطهاد دقلديانوس، في اضطهاد الامبراطور سبتيميوس ساويروس في سنة 203 ميلادية. في هذا الاضطهاد قبض على 5 من الموعوظين. الموعوظين الناس اللي بيعلموهم الايمان المسيحي ولسه ما نالوش سر العماد المقدس. من ضمن الخمسة دول الموعوظين كانت بيربتوا وفيليسيتاس. دي كانت شريفة ودي كانت أمة عبدة، ومع ذلك الاثنين وقفوا كأختين في المسيح. وكانت أسرة بيربتوا تتكون من والدها الوثني وكان مسنا، وأمها التي يقال أنه يحتمل أنها كانت مسيحية وكان لها أخ مسيحي وليها أخ موعوظ لسه في طريقه للإيمان المسيحي. أما قبضوا على الخمسة الموعوظين ومنهم بيربتوا وفيليسيتاس، وضعوا في منزل تحت الحراسة. وفي تلك الفترة اتصل بها والدها وحاول بكل ما فيه من قوة انه يسنيها، طار بالتوسل وطار بالمناقشة، ما فيش فايدة. هو بيناقشها كان في اناء موضوع، قالت له شايف الاناء ده؟ قال لها ايوه. قالت له لو حطوا فيه اي سائل مية او غير مية هل ممكن يسمى بغير اسمه؟ قال لها لا يسمى باسمه. قالت له هكذا ايضا انا لا اسمى باسم اخر غير كوني مسيحية. وكلمة الاناء بتفكرني بنفس التعبير اللي قاله المسيح على بولس الرسول بعد ما ظهر له قرب دمشق وظهر لحنانيا في رؤية وبيقول له على شاول ترسوسي ده، قال له يا رب ده انا سمعت الراجل ده كم من القديسين على اسمك عذبهم في اورشليم وجاي هنا عشان يجرجر المسيحيين. قال له لا، لان هذا لي اناء مختار، اناء مختار يحمل اسمي الى ملوك وامم وبني اسرائيل. اناء كون المسيح يبقى اناء، في اناء للكرامة كما قال بولس وفي اناء للهوان. في الفترة دي اللي هم قاعدين في البيت طبعا الحراسة ما كانتش مشددة،
نال هؤلاء الخمسة سر العماد المقدس، وأصبحت مسكن للروح القدس، وكانت تكلم روح الله اللي في داخلها بطلبة واحدة، دي بيربتوا، تقول له اديني قوة على الاحتمال في الجسد ان انا احتمل. وبعد ايام قليلة نقلوهم للسجن، وكان السجن مخيف، مش سجون زي السجون بتاعتنا، غالبا كانت بتبقى سجون تحت الارض، والسجون كانت على درجات، ولذلك في اوشية المرضى يقول الذين في المطابق او السجون، السجون كانت درجات في الفظاعة. ظلام السجن خوفها، الحاجة اللي قلقتها اكتر طفلها، كانت قلقانة عليه. طبعا ما كانش فيه وسائل للترضيع من لبن صناعي زي دلوقتي او حاجة، جابولها طفلها، كان حيموت من الجوع. شافت طفلها استريحت، وبعدين خدوه تاني، ولكن طلبت اذن ان يجابولها طفلها معاها في السجن، واخذت هذا التصريح، فالنقطة اللي كانت قلقاها انتهت، وحست انها استراحت، وانها مش في سجن، انها في قصر. تعرضت بيربتوا لضغوط شديدة من والدها المسن، لكن الرب كان يعزيها بالرؤى والاحلام المقدسة. في احدى الاحلام اللي شافتها بيربتوا، شافت سلم كبير من الذهب واصل من الارض للسماء، وكان ضيق ما يسعش الا الواحد يطلع عليه، وعلى جانبي السلم آلات التعذيب، وأسفل السلم تنين بشكل مرعب بيتحفز للانقضاض على أي واحد يتجاسر ويطلع السلم. السلم ده بيوصل للسماء، يعني أي واحد عاوز يوصل للسماء. وفي الحلم رفعت بيربتوا رأسها، فرأت شقيقها، وفي نفس الوقت هو اللي لقنها الايمان، كان اسمه ساتورس، شافته بيصعد على السلم. وحينما وصل شقيقها ساتورس الى نهاية السلم من اعلى، قال لها بيربتوا اني في انتظارك، لكن احذري لئلا يلتهمك التنين اللي في اول السلم. قالت باسم يسوع المسيح سأصعد ولن اخاف التنين، وبجرأة وضعت رجلها على التنين، كأنه هو اول درجة في السلم، ثم بدأت تصعد مسرعة. كل ده الحلم، واخيرا وصلت لاخر السلم، لقيت نفسها في حديقة كبيرة، واقف وسطها راجل القامة بتاعته طويلة في رداء ابيض ناصع، وحوله وقوف الوف يرتدون ثيابا بيضاء. طبعا ده كان شخص المسيح الراعي الصالح، كان في انتظارها ممتلئا رقة نحو خرافه، ثم رفع رأسه ونظر اليها وقال لها مرحبا بطفلتي، ثم ناداها واعطاها كحكة اخذتها منه واكلتها. وبعدين سمعت صوت الذين وقفوا حولها يرددون كلمة امين، وصحيت ولقت طعم الكحكة الحلوة لسه ببقها. اما فيليسيتاس العبدة او الامة، كانت حامل بقول لكم في شهرها الثامن، اما جاه يوم الاستشهاد قرب وما ولدتش، بدأت تحزن، لان غيرها اللي معاها الاربعة الباقيين، هم كانوا خمسة
هيسبقوها للمجد، لأن القانون الروماني كان يحرم إعدام أو قتل الحامل، يستنوا عليه لغاية ما يجيب الطفل وياخدوا الطفل وهم ينفذوا حكم الإعدام فيها. فابتدوا كلهم يصلوا إن ربنا يعجل ساعة ولادتها لكي تنال معهم جميعا إكليل الشهادة. وفي ذلك اليوم نفسه ولدت بنت في السجن، وأخذتها امرأة مسيحية لتربيتها. وساعة المخاض، ساعة الولادة، طبعا بتصرخ زي أي واحدة بتولد. وبعدين أحد حراس السجن بيستهزأ بيها، يقول لها إذا كنت ما انتش قادرة تحتملي الألم ده، إزاي هتحتملي أنياب الوحوش ومخالبها؟ ردت عليه: إني أتألم الآن، أما غدا فيتألم عني آخر هو سيدي يسوع المسيح. اليوم القوة الطبيعية تقاوم الطبيعة، الولادة دي وألام الوضع ده حكم إلهي، بالوجع تحبلين وتلدين. اليوم القوة الطبيعية تقاوم الطبيعة، وفي الغد تنتصر في النعمة الإلهية على أشد ما أعددتم لي من التعازيب. وفي مساء اليوم السابق لتنفيذ حكم الإعدام في بيربتوا أو على بيربتوا فيليسيتاس، رأت بيربتوا حلما. أنا نسيت أقول لكم أن قصة بيربتوا وفيليسيتاس بتستمد أهميتها أن هي كتبتها بإيدها، هكذا تسلمتها الكنيسة، هي بإيدها. السيرة طويلة طبعا، وإنما ده ملخص الحاجات بتاعتها. رأت بيربتوا حلما وسجلته. رأت شماس من شمامسة الكنيسة اسمه بومبونيوس جهل السجن، وأخذ يطرق باب السجن بعنف. راحت له، فتحت له، لقيته لابس ثياب بيضاء. قال لها: بيربتوا نحن في انتظارك فتعالي. وخرجت وراءه حتى وصلت الى مدرج واسع جدا، وعرفت انه في المكان ده هتكون المعركة الفاصلة. رأت رجلا مقبلا من بعيد، وكان وجهه مخيف، ومعه رجالا اخرين ليحاربوها. ثم اتى رجل اخر وصاح بصوت جهوري: ان استطاع هذا المصري ان يغلبها فليقتلها بسيفه، اما ان استطاعت هي ان تقتله فلتتقدم لتأخذ سعف النخل. اقترب كل منهما للاخر، وكان المصري ده حاجة رمزية للشيطان طبعا، يحاول ان يهجم. دي جت من فرعون اما كان بيحارب شعب الله في مصر، فرعون رمز للشيطان في قصة خروج بني اسرائيل من مصر. كان المصري يحاول ان يهجم على قدمي بيربتوا، لكنها ضربته بمهماز كان في يدها، وبعدين ارتفعت في الهواء واخذت تسدد له الضربات واللكمات، ثم امسكته من رأسه واوقعته على وجهه وداست عليه بقدميها. وحينئذ توجهت الى رئيس المحفل حيث اخذت منه سعف النخل، ده كل ده في الحلم، فقبلها وقال لها: سلام لك يا بنيتي. ثم خرجت من بوابة كبيرة، وبعد ان استيقظت اخذت تتأمل هذا الحلم، وقالت بقى: انا مش هحارب الوحوش ده، انا هحارب الشياطين. وايقنت ان سعف النخل انما رمز النصرة والظفر. ده يوم النصرة، يوم الاستشهاد. واقتيد هؤلاء الشهداء من السجن الى المسرح الكبير، كانوا يسموه امفيثياتر، وكانوا يسيرون، شوفوا العبارة اللي كتباها، كمن هم في طريقهم الى السماء. كانت بيربتوا ترتل مزمور النصرة، وما راحوا هناك اطلقوا بقرة وحشية على بيربتوا وفيليسيتاس،
نطحتهم ورفعتهم من فوق وجابتهم على الارض بشدة. ولما افاقت بيربتوا اما اتضربت في الارض رفعت ضربت يعني غابت عن وعيها شوية. اما افاقت بيربتوا سألت زميلتها فيليسيتاس متى سيلقوننا للوحوش، ما حستش بحاجة لانها لم تشعر باي شيء وكأنها كانت مستغرقة في نوم. الفستان او الثوب بتاعها تمزق، خلي بالكم من النقطة دي، وهي بتنطحها البقرة الوحشية، لكنها لم تنسى في اللحظة دي اللي هي بتقابل الموت انها تغطي جسدها بالثوب الممزق بتاعها. المؤرخين واللي كتبوا سيرتها بيقفوا قدام الحتة دي وقفة طويلة وبيأخذوا منها دليل على مدى محبة المسيحيين الاوائل للطهارة. مش دلوقتي احنا اللي بنعري اجسادنا ونلبس هدوم قصيرة، دي وهي بتموت الهدوم بتاعتها اتقطعت بتداري جسمها بالهدوم المقطعة. اخيرا قطعت رأس كل من بيربتوا وفيليسيتاس بحد السيف ونال اكليل الشهادة والمجد الابدي. الكنيسة الغربية بتاعة